مرحباً عليكم. وعليكم السلام. حاطين إعلان بالجريدة إنه عندكم اختصاص بيتخرج الواحد منه بعد ساعتين وبيبدأ بالعمل مباشرة، صح؟ نعم صح. والتعليم مجاني وفرصة العمل مضمونة بعد التخرج. صحيح. والمعاش مرتب. نعم ممتاز. وأيمتى في يبلش؟ الآن فورا. رافقه يا أبا كلاوي الدجلاوي. هيا يا مجاهد. عيط لي صبحي وأش عليه علي شيء. مرحبا عليكم. لقد وعدناك أيها الأخ المجاهد، لقد تخرجت بعد ساعتين وسوف تباشر العمل فورا. اذهب وفجر نفسك في سوبر ماركت الزنجبيل. هلأ اتخصصت انتحاري؟ وهل من اختصاص أفضل؟ طيب أي متى الدفع؟ أي متى بقبض؟ بعد التفجير، عندما تصبح في السماء سوف تنال أجرا كبيرا. عفوا بس مش إنه ضعف ثقة، بس أنا عندي مشكلة مع أرباب العمل، كانوا يوعدوني بشيء وترم الحساب يصير غير شيء، فعلي شيء إذا تأكدت من كلامك؟ وكيف ستتأكد؟ ها هيك. لا يخرب بيتك ولك ايش سويت يا حمار؟ نحن في جهنم الحمراء. قلتلك بدي اتأكد واش علي؟ لقد خربت بيتي، انهيت حياتي في جهنم. قلتلك تجربتي مع ارباب العمل السابقين ما بتشجع، طلع احساسي بمحله، طلعت منافق نصاب اكتر منهم. واش علي يا جهنم؟ ها؟ دفع؟ ها؟